بداية يجب أن نعلم أن الأدلة على مشروعية المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر المعنوي. الآن حينما نرى عامة الناس لا يعرفون هذه السنة ويتحرجون منها غاية التحرج وهي ثابتة بالنص وبأقاويل العلماء. هل الجورب له حكم الخف؟ وهذا مربط الفرس. هل يجوز للمسلم أن يلبس الخفاف أو الجوارب من أجل أن يمسح عليهما بعد انتقاض وضوء؟ لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى مسألة: من خلع جوربيه بعدما مسح عليهما ثم أعاد لبسهما فلا يجوز له المسح عليهما بعد ذلك. روى المسح على الخفين 70 نفسا فعلا منه وقولا. فلذلك التوقيت متعلق بأول مسح بعد لبس الخفين أو الجوربين على طهارة مائية، على طهارة أصلية. وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. بعض الناس كيشد هذاك يعني القدم وكيدير ليها هك، كيمسحها من الفوق ومن التحت، وكاين اللي كيمسح العقب من اللور، كيبدا يمسح من العقب من اللور. هذا كله لم يرد. وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا. أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدم؟ إذن يجوز المسح على الخف المخرق والمرقع والمشقق ما دام اسمه باقيا. طبعا كون الأمر يجعل في العقائد هذا من باب بيان تميز أهل السنة بهذه السنة وهذه الرخصة التي هي تيسير من الباري سبحانه وتعالى على عباده المكلفين. طيب، هل نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود الأنصاري البدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة سهل بن حنيف وسهل بن سعد الساعدي وعمر بن حريث، وروي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس. الفقهاء الذين يشترطون بأن يعني الجوربين أو الخفين ينبغي أن يكونا من جلد، فهذا لا دليل عليه. لا يجوز أن يمسح على الخفين ولا على الجوربين إلا إذا كان قد لبسهما على طهر. من أصعب الأشياء هو أن تحكم على عبادة امرئ بالبطلان. أصعب الأشياء هو تحكم على شيء عبادة، سواء كانت وضوءا أو صلاة أو حجا أو صوما، وتقول لي راه الصيام ديالك باطل بهذا الشيء.